بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. رش الخل على باب شقتك وهتشوف العجب، ومش هتستغني عنها طوال حياتك. جربيها بنفسك وهتشوف الفرق. يعتبر الخل واحدا من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم كمنظف للتخلص من الجراثيم، حيث يتألف الخل من مجموعة من الأحماض العضوية بما في ذلك حمض الخليك، الذي يلعب دورا فعالا في التخلص من البكتيريا بفاعلية نظرا لارتفاع تركيز مدى الحموضة والقوة الأيونية له. ولهذا السبب يستخدم العديد من ربات البيوت الخل في مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك تنظيف وتعقيم المنزل والتخلص من الجراثيم الموجودة على الأسطح والأرضيات والتخلص من الروائح الكريهة. ففوائد الخل متعددة. ياريت لو وصلنا لحد كده ضغطة لايك من ايديكم الحلوة، واشتراك يبقى اشتراككم على راسي، وتشرفوني في قناتي المتواضعة. يتميز الخل بخصائص طبيعية قوية ومتنوعة كمضاد للميكروبات والبكتيريا، مما يجعله الخيار الأمثل لتنظيف المنزل. بالإضافة إلى ذلك تعتبر أسعاره معقولة، ويمكن استخدامه في تنظيف النوافذ والمرايا والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الشحوم والأوساخ من غسالة الأطباق. ويعد الخل صديق الأمة المثالي في المنزل لقتل الحشرات عند رشه عند مدخل المنزل، ويمكن مزجه مع قليل من الماء. يمكن إعداد محلول من الخل لإزالة الرواسب في حالة حدوث عطل في رأس الدش لتنظيف الفتحات التي تخرج منها المياه. وأيضا للخل استخدامات مذهلة، ينظف به الحمام ويطهر الحمام، ويمكن تحضير محلول من الخل لتنظيف بقايا الصابون عن جدران الحمام وتنظيف الوحدات وتعقيمها والتخلص من الترسبات والفضلات، مما يساعد على التخلص من روائح الصرف الصحي والدخان بكفاءة وسرعة من دون الحاجة للقلق أو الخوف، لأنه يستخدم مواد طبيعية ذات تأثير فعال وفوري. وتنظيف جميع أجزاء المنزل بما في ذلك النوافذ والأسطح والأرضيات مع التعقيم الآمن وبسعر اقتصادي يناسب جميع الأسر، وإزالة المواد الصعبة في الملابس مثل الحبر واللبان والشمع. ويمتاز الخل أيضا برائحته النفاذة التي تسهل التخلص من روائح القطط والكلاب. ويعتبر للخل دورا هاما في تنظيف وتلميع الأواني الفضية والنحاسية وإزالة الترسبات الجيرية. دمتم في أمان الله.